معانا هنا تنين الكومودو أكل خنزير وزنه 50 كيلو جرام. متخيل لما واحد ياكل 50 كيلو جرام في الوجبة الواحدة؟ المشكلة مش في كده، المشكلة ان هو جه لما كده وقف في زوره. انت متخيل انك بتبلع 50 كيلو جرام؟ طبعا تنين الكومودو هو مش قادر اصلا، يعني وقف في زوره، فمش قادر ولا قادر يروح ولا يجي، خلاص وقف في زوره، مش قادر. عمال بيحاول يبلعه، مفيش فايدة، مع ان التنين الكومودو رقبته او زوره ممكن ينزله بسرعة، بس هو ممكن يكون كله بطريقة غلط او اي حاجة زي كده، او راسه كبيرة بزيادة عن اللزوم، فمش قادر يا عيني. عمال يتوجع اهو، ولا هو عارف يرجعه ولا هو عارف يبلعه. فتخيل انت كم الوجع اللي هو حاسس بيه دلوقتي. واحد ممكن يجي يقول لي ايه يا عم، ده احسن ان هو حصل له كده عشان ما ياكلش. لا يا عم، ده توازن بيئي ما نقدرش نتدخل فيه تماما. هو سبحان الله، هو تنين الكومودو بياكل الخنازير عشان ما تتكاثرش في الغابات ويحصل مشكلة عدم توازن بيئي. فلا، شوف عمل ايه بقى. شوف سبحان الله، عرف منين تنين الكومودو ده ان هو يقف الوقفة دي عشان خاطر، بص واقف وقفة كاملة عشان خاطر ينزل يساعده في الايه، في البلع. سبحان من علمه ذلك، ولا عارف ولا اي حاجة. وفي تنانين كومودو اهي تانية اهي برضو معاه في نفس الغابة، بس دول تقريبا بياكلوا حيوانات صغيرة. شوف هو عمل ايه دلوقتي عشان خاطر تعرف قدرة الله عز وجل في الحاجات دي. شوف واقف عشان خاطر يتبلع بسهولة. التنين الكومودو اهو مستسلم خالص على ما الخنزير اللي هو بلعه ينزل. لسه لغايه دلوقتي برضه واقف في زوره، مش قادر. هو بس بيقف ليه كده؟ عشان خاطر ياخد نفسه، اللي هو يستعيد قوته ويقدر يكمل. حتى المصور مش خايف ليه، لانه عارف ان هو مش هيهجم عليه دلوقتي، لان هو اصلا تعبان ومش قادر، تعبان جدا يا عيني ومش قادر. لسه برضه التنين الكومودو بيستعيد قوته.